ولعب مع النجم ولعب مع الترجي ولعب مع الزمالك ولعب كمان في الموسم الماضي مع نادي اهلي جدة السعودي، وفي هذا الموسم هو موسم اول ليه مع النادي الاسماعيلي. لمسة الامام على طول ورا على اليمين، اكرم توفيق بالعرض تصل للمالي اليو ديانج، ودفاع وقطع تصل لمحمد حسن. محمد حسن لما كورته عدى حلو، حسن لسه مع كرة، حسن سريع خطير مهاري غير عادي بكل التأكيد، ترد الوحش تصل على الشمال احمد مدبولي، والهجمة الاسماعيلي لسه في قطورة، محاولة هجومية بعرضية ولكن مش مظبوطة ورا في احضان الحارس الامين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. محمد الشناوي هو اغلى حارس مرمى موجود في الدوري، قيمته التسويقية تصل الى 3 مليون يورو. يليه في المركز الثاني محمد ابو جبل حارس مرمى البنك الاهلي، قيمته التسويقية تصل الان الى 1,200,000 يورو بالتمام والكمال. سلامات طبعا، سلامات لبرونو والروح الحلوة الموجودة، ده اللي احنا عاوزينه، الروح الحلوة الموجودة في اداء اللاعبين النهارده في اللقاء.